يحتفل العالم في 30 من يوليو من كل عام باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وبهذه المناسبة أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة بن عبد الله العبسي، أكد خلال لقاء ببرنامج مجتمع واعي أن البحرين حققت إنجازا تاريخيا فريدا على مستوى المنطقة بتحقيقها الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص للمرة الثالثة على التوالي. التقرير لا ينظر إلى جهودك، ينظر إلى جاهزيتك، بمعنى أن ممكن يكون هناك الكثير من الجهود التي تتم بناء على مبادرات. صحيح. والمبادرات جيدة والجهود مقدرة، ولكن إذا ما كان الدولة هذه عندها ما يكفي من الأنظمة، القوانين، الأجهزة، القائمين على هذا الموضوع اللي يكون هذه شغلهم المؤسسي. صحيح. فإنها لن ترتقي في هذا التقرير. التقرير هذا العام، وإحنا طبعا نقرأ بتمعن شديد وندخل في تفاصيله، قال عن البحرين كلمة واحدة تكررت 4 مرات في هذا التقرير، وقال الاستدامة. معنى ذلك أن البحرين انتقلت من مرحلة الجهود والمبادرات إلى مرحلة أن هناك عمل مؤسسي مستدام يعني بالتعامل مع هذه القضية. الفكرة إذا أردت أن تحارب جريمة الاتجار بالأشخاص يجب عليك أن تتعامل مع الاستضعاف، أن لا يكون هذا الشخص ضعيفا فيستطيع أن يقاوم الاتجار به. صحيح. إذا كانت بيئتك تدعم الضعيف، إذا كانت بيئتك تضمن الحقوق، إذا كانت بيئتك ترفع الاستضعاف هذه ليقدر الشخص أن يقاوم الاستغلال، فأنت دخلت في مرحلة المنع والقمع قبل أن تدخل في مرحلة المعاقبة. صحيح. وهذا ما انتبه له التقرير الأمريكي.